السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه. عندنا موضوعات كتير وحلقه دسمه اتمنى تعجب حضراتكم، ولكن هنبتدي من النهارده النادي الاهلي وعوده التدريبات ومشاركه اليو ديانج الحمد لله في التدريبات. وانا قلت لحضراتكم باذن الله اليو ديانج، عمرو السليق، حمدي فتحي هيكونوا جاهزين للمباراه النهائيه، محمد عبد المنعم اللي بتحوم حول الشقوق وبنسبه كبيره جدا مش هيكون موجود في النهائي، لكن هندعو الله ان شاء الله ان يتم شفاعه على خير. ولكن واثقين جدا في الرجاله اللي موجودين، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، رامي ربيعه، اي حد يقدر ان شاء الله يكون موجود، وباذن الله باذن الله يكون موجود 11 راجل في الملعب، غير كمان اللعيبه اللي على الدكه تكون رجاله، وباذن الله يكونوا قادرين على العوده من المغرب بالبطوله ان شاء الله. المغرب اللي هي بالنسبه للبعض ارض محايده، وعلى راسهم طبعا رئيس نادي الوداد اللي طلع قال ان مركب ملعب محمد الخامس ارض محايده، وطبعا بيمنح الشكر او بيشكر فوزي لقجع على فكره استضافه المغرب للبطوله، وفي نفس الوقت اللي بيقول ان دي ارض محايده بيقول هنستضيف الاشقاء المصريين افضل استضافه. منين ارض محايده وحضرتك اللي بتستضيفنا؟ لكن ده مش غريب على مسؤولي الوداد ولا جماهير الوداد، يعني المنطقه العربيه عارفه جماهير الوداد، جماهير الافريقي، جماهير اخرى في منافسه لينا بيبقى الطبع والتصرف بيكون عامل ازاي. ولكن ربما ده حدث بعد تويت البيتس موسيماني. تويت بيتسو موسيماني حتى لو انت عندك بعض التحفظ عليها، خليني اقولك ان اصلا في سوابق ما بين بيتسو موسيماني وفيكتور جوميز، ان في خلافات بين الاثنين طبعا كان موجودين في الدوري الجنوب افريقيا، وبالتالي بيتسو موسيماني عايز يقول او يرفع الضغوط شويه يقول انا شفت المباراه والحكم ادارها بشكل جيد وده صديق عزيز. طبعا جماهير الوداد وبعض المواقع الرسميه في المنتسبه للوداد خدت القصه دي، الحق في خطوره، عايزين نشيل فيكتور جوميز، اصل فيكتور جوميز جنسيته نفس جنسية المدير الفني، ودي حاجات يعني مش هستغربها في فريق او رئيس نادي شايف ان ملعب مركب محمد الخامس ارض محايدة. وبيقولوا ان احنا جماهير النادي الاهلي دموعها انهمرت كالنيل على اساس ان الملعب هيتلاقي المباراة تلعب في النهائي في المغرب، وسايبين مدير فني جنوب افريقي هيحكم له صديقه الجنوب افريقي فيكتور جوميز. ومش بس كده، ده كمان بيعترضوا على بملاك تسامية. اكيد اكيد اي حاجة انت بتعملها او اي تصرف بتعمله من الجانب الاهلاوي وتحديدا تويت بيتسو موسيماني هي فيها ريسكي، ممكن تخلي الحكم متحفز ضدك وممكن تحيد الحكم. ولكن احنا من امتى اصلا شايفين ان في تكافؤ فرص في المباراه النهائيه عشان نبقى خايفين من اي ريسك ناخده؟ احنا اساسا مشاركتنا في المباراه النهائيه هو الريسك بعينه، ده كاف حدد ان المباراه تتلعب في المغرب بعد ما حدد طرفي النهائي. الركراكي طالع بيلعب على فكره ان انا هضغط على النادي الاهلي وان النادي الاهلي هو المطالب بانه يفوز حتى لو البطوله في المغرب، وبالتالي الضغوط على النادي الاهلي. مين قال ان انا اكسب البطوله؟ ده انا لو كسبت البطوله هتبقى مفاجاه. ام بيتسو موسيماني ادى تويته قلب المغرب بالكامل على فكره فيكتور جوميز، و اصلا كده كده هم كانوا معترضين على فيكتور جوميز، وقلنا ان الناس هنا في مصر حتى تتكلم بشكل كوميدي بتقول الاهلي بيضغط من اجل حكم عادل. انا مندهش بجد من فريق البطوله بيتم توجيه الملعب النهائي لملعبه ويطلع يقول اصل ده ملعب محايد، ويطلع يتكلم كمان عن فكره ان الكاف على ارض مصريه. صحيح الكاف على ارض مصريه، ولكنه واضح جدا انه باداره مغربيه، بدليل ان سعيد النصير رئيس نادي الوداد بيشكر في فوزي لقجع. على العموم احنا عايزين نركز، حتى لو بدأ يبقى توتر عندهم مش عاوزين كل يوم نطلع بأزمة، عايزين خلاص البعثة مسافرة بكرة ان شاء الله يكون تركيز تام، هنقفل على نفسنا، هنقفل تصريحات، مش هنتكلم في اي شيء، هندعم بإذن الله الفريق. جماهير النادي الاهلي على تويتر كل يوم في هاشتاج هيكون دعم للفريق الساعة 9، وده شيء ايجابي جدا. ان شاء الله يسافر اكبر عدد ممكن ومسموح به ان هو يسافر للمغرب، ونتمنى ان الناس تاخد بالها من فكرة تذكرتي وبيانات تذكرتي، لان وصلني بعض الرسائل ان بعض الناس او الجماهير المنتميه لنادي الزمالك عايزه تاخد القصه دي وتدور على رحلات مخفضه للسياحه في المغرب. نتمنى فقط لغير تذكرتي ويكون موجود في تذكرتي ويكون اهلاوي، واتمنى سرعه الاجراءات، واتمنى مره اخرى ثانيه ثالثه 10 مليون لو حد عاوز يدعم الرحلات دي يدعمها بسرعه عشان نقدر اننا نسفر اكبر عدد. واتمنى يكون خبر ان الحصول على التاشيره من المطار في المغرب يكون خبر سليم ان شاء الله وباذن الله. اي عاد يروح، اتمنى بس شباب لو 3000 يقدروا بصوتهم يأزروا الفريق ده، كان بقول لك اتنين بس فقط لغير فردين
احمدي وعمر كانوا موجودين في مباراه الاهلي وكايزر تشيفز، كانوا واصلين للعيبه وكانوا بيحمسوا اللعيبه. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاعبي النادي الاهلي في المواجهه الصعبه جدا، وباذن الله باذن الله تصل البعثه بسلامه الله غدا الى المغرب ان شاء الله. طبعا كابتن سامي حفيظ وكابتن سمير عدلي سبقوا البعثه من الثلاث اللي هو النهارده، وان شاء الله باذن الله يكونوا رتبوا كل الاجراءات للنادي الاهلي، وحتى لو في لسه قرار ممكن يصدر من المحكمه الرياضيه، لان بوتسيبي ضغط على الكابتن محمود خطيب ان هو يسحب شكواه، ولكن الكابتن محمود خطيب مصر في التعامل مع اتحاد كرة القدم الافريقي معاملة رسمية، لان تقريبا كده الكاف واخد على التعامل بالتليفونات واللقاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الكونفرنس كول، والاهلي رافض ده والكابتن محمود خطيب رافض ده، بيانات يجي لك خطابات رسمية، والكاف طبعا بيبعد تماما عن الخطابات الرسمية، لان الكاف عارف ان هو بيعمل شيء خاطئ، ولكن اصطدم بالنادي الاهلي واصطدم برئيس نادي، التعامل معاه تعامل رسمي، تعامل مع النادي الاهلي مش مع الاشخاص. ده بالنسبه لمباراه الاهلي والوداد اللي حديثنا فيها يكون مستمر ان شاء الله للمباراه النهائيه، وباذن الله نحتفل بالبطوله رقم 11، والهاشتاج اللي صدر من جماهير النادي الاهلي بالامس كان بيتكلم عن ال11 الثالثه على التوالي للتاريخ. النهارده كمان او امبارح كان في احداث، وبدانا نروح لجانب اخر وبعد اخر وخلافات اخرى واراء اخرى. انا قلت لكم من هنا لما تاجلت مباراه ايسترن كومباني، انت المفترض ما تاجلش بدون الدوليين، وانك تلعب بالدوليين من مبدا تكافؤ الفرص. تخيلوا الناس بدات تقلب الايه، اسامه نبيه بدا يتكلم امبارح بعد المباراه وعايز يفهم هل هنسافر كوريا الجنوبيه لو لعبت الاهلي ما سافرتش، انا مش هسافر، وقلت ده هيحصل والضغط ده هيحصل، وقلت ان ده شغلهم وحقهم يعملوه ان هم يضغطوا عليك. ليه؟ لان الناس عايزه دايما تضغط على النادي الاهلي وتسلب النادي الاهلي حقوقه عشان تقدر تتنافس مع النادي الاهلي. نفس الكلام قاله امير مرتضى منصور، وطلع يعني بيحط ده في وسط الكلام، فبيقول سيبك من انه بيتكلم عن المسابقه والبطوله وتنظيمها وده حق مشروع لكل الانديه، لكن قال ايه بقى؟ احنا بنسمع لاول مره عن فريق بيتفق مع فريق بيتفق مع جهه ثالثه اللي هي الرابطه على تاجيل المباراه، فبيتم تاجيل المباراه، فعايزين حد يوضح لنا ده، لان ده الكلام ده اول مره نشوفه. وطبعا بيشير للاهلي وايستر كومباني ورابطه الانديه. الحقيقه ان ده ما حصلش اصلا، ان النادي الاهلي اتفق مع ايسترن كومباني. انا مش مسؤول عن تصريحات مسؤولي ايسترن كومباني ان هم موافقين على التاجيل، ده امر يخصهم، لكن الاتفاق اللي حصل فعلا يا امير لو انت بتتكلم عن تطوير منظومه كره القدم وحابين نفكرك بيه، كان في الدوري 2018 2019 لما طلع والد حضرتك رئيس نادي الزمالك بيتكلم عن مالك نادي اخر، والاثنين رفضوا ان هم يلعبوا المباراه، وطلعوا الاثنين اتفقوا اننا مش هنلعب المباراه عشان انا عايز اواجه النادي الاهلي الاول، وبالفعل اتاجلت المباراه وتبدلت مواعيد المباراة وتلعب بتروجيت مع بيراميدز وتغير المنافس بسبب اتفاق ناديين مع بعض. ده ما بيحصلش مع النادي الاهلي. لكن الحقيقة كلامك وضغوطك مقبولة جدا بما انك مسؤول وبتضغط، حتى لو بتضغط في الخطأ فاحنا بنصوب لك الخطأ، وده دورنا، لان فكرة التأجيل والاتفاق ده مش دور النادي الاهلي ولا النادي الاهلي اللي بيعمله، حضرتك اندية اخرى هي اللي بتعمله. كلام عن مباراة بدوليين وبدون دوليين، حضرتك تضغط طبعا تمام، لكن انا بقى حقي ان انا لن العب هذه المباراه الا بالدوليين، وده اللي لازم النادي الاهلي من وجهه نظري يصر عليه، لان انا هنا بتكلم عن ان المباراه مؤجله لان مشارك في نهائي افريقيا. فاذا كان كلام امير مرتضى منصور هو نوع من انواع الضغط اللي ما يجيبش نتيجه لانه غير مستند على اي وقائع او حتى على ادله منطقيه، لكن هناك ايضا امير، بس امير اخر بقى بيقول كلام بقى غير منطقي خالص، بيطلع يتكلم في حوارات ما حصلتش، بيدعي كلام على الانديه المصريه، وده كان مع الزميل هاني هتحوت، وبيتكلم عن ان ليه النادي الاهلي بتعتبروه في مهمه وطنيه، امال ليه لما المصري كان عايز يلعب الزمالك كان عايز ياجل مع الزمالك المباراه ما اتاجلتش وراح قابل نادي لعب الزمالك وقابل نادي بركان وخرج، ليه بيراميدز لما كان عايز ياجل مبارياته المباراه ما اتاجلتش وراح لاعب مازيمبي وخرج، اشمعنى الاهلي؟ هما الاهلي في مهمه قوميه وبيراميدز والمصري في مهمه سريه؟ الكلام اللي بيتقال ده كلام خاطئ، ولما يطلع من حد كان في وقت من الاوقات مسؤول داخل نادي الزمالك فلا عجب. ليه لا عجب؟ لان اعتدنا على فكره الاتهامات والكلام بدون دليل. الامر بسيط جدا، ونوضح للاستاذ امير عزمي مجاهد اللي هو مش هيقدر يستوعبه، الا وهو ان في بيان اصلا صدر من رابطه الانديه عن تاجيل المباريات اللي بيدعي ان بيراميدز لعبها وان المصري لعبها قبل مواجهه مازيمبي ومواجهه نادي بركان، واتحط معاها النادي الاهلي. فلو احنا بنتكلم
عن تأجيل، فالنادي الأهلي استفاد من وجود بيراميدز والمصري معالم التأجيل. طالما احنا هنفكر بالصورة دي، البيان واضح وصريح نازل من رابطة الأندية بيتكلم عن مباريات واضحة اتأجلت. أولا الأهلي ضد إسترن كومباني اللي كان هيبقى 12/4/22 اتأجل، مع كمان إنبي اللي كان هيبقى 19/4 لأن الأهلي لعب مع الرجاء مباراة الذهاب 16، والأهلي ما طالبش بالتأجيل، الأهلي كان مستعد يلعب 12 ويلعب 16 لأن المباراة كانت على أرضه. لكن النقطة الثانية تأجيل مباراتي بيراميدز اللي الأستاذ أمير بيدعي إن بيراميدز لعبهم، سموحة وبيراميدز 13/4 وبيراميدز وفيوتشر 20/4. النقطة الثالثة وهي تأجيل مباراة المصري اللي هي كان المفترض تكون 13/4 ضد الإسماعيلي و20/4 ضد البنك الاهلي. امال ايه مباراه الزمالك دي؟ دي عشان تفهمها وتفهمها الامير لازم تعرض له جدول مباريات بيراميدز وجدول مباريات المصري بالتواريخ. ده بيراميدز لعب يوم 9 ابريل مع غزل المحله، اتاجلت له المباراه يوم 13 ابريل، وكان عنده مباراه على ارضه مع مازيمبي يوم 17 ابريل اتاجلت قبل 4 ايام في دور الثمانيه وانت موجود هنا في القاهره. تخيل عزيزي المشاهد لما بنتكلم عن تأجيل مباراة للنهائي قبل 5 ايام هلعبها برة، الناس بتقول الاهلي بيتجامل. ادي بيراميدز، وبنشكر امير عزمي وكل من على شاكلته، لان بالكذب ده بنقدر نوصل الحقائق وبنقدر نقول قد ايه الاهلي مهدر حقه في الدوري المصري كالعادة بيدفع ضريبة الوصول للمباراة النهائية. بعد كده لعب مباراة يوم 24 مع مازيمبي، بعد كده المباراة اللي بيتكلم عليها سيراميكا كليوباترا لعبها يوم 27 ابريل. طيب ده بيراميدز، نروح للمصري ونشوف مباريات المصري. هنلاقي ان المصري 9 ابريل لاعب مع النادي الاهلي، طبعا كان الملعب بايظ ما علينا من الموضوع ده، اتصلح الملعب يوم 17 ابريل اللي لعب فيه في القاهرة او في برج العرب مع نهضة بركان. المباراة اللي اتأجلت كانت يوم 13 يعني قبل 4 ايام، سيبك من دي، لكن المباراة التانية اللي اتأجلت كانت يوم 20 ابريل، المصري كان رايح يلعب مين بقى؟ ايوه رايح يلعب نهضة بركان في المغرب، المغرب ايوه المغرب، ومباراة عنده مع 20 ابريل واتأجلت. اتأجلت يعني قبل 5 ايام من المباراة 20/25 واتأجلت، ايوه اتأجلت. طب ليه لما النادي الاهلي بتتأجل مبارياته بيقول لك لازم تلعبها بدون الدوليين؟ هو المصري لعب المباراة المؤجلة بدون الدوليين، المصري لعب بعد كده طبعا الزمالك. هنا السؤال، المصري لما تأجلت له المباراة يوم 20 قبل ما يسافر المغرب يا محاسن الصدف، والاهلي اللي قبل 5 ايام برضه مسافر المغرب بتتأجل له مباراة إسترن كومباني، ليه النادي الاهلي بيدفع الضريبة؟ هو النادي الاهلي هو النادي الوطني، والنادي المصري ونادي بيراميدز مش انديه وطنيه؟ ده السؤال يا امير عزمي مجاهد اللي يتسأل. لكن انتوا دايما بتقلبوا الحقائق وبتقلبوا الصح غلط وبتقلبوا المنطق وكل حاجه، العدل عندكم هو ازاي نظلم النادي الاهلي؟ ولكن انا بشكرك لان امثالك لما بيتكلموا بيوضحوا قد ايه النادي الاهلي بيدفع ضريبه عشان بيكمل في البطوله الافريقيه. وما زلت مصر انا بشخصي ان ما نلعبش مباراه إسترن كومباني الا بالدوليين، انا ما اتحرمش من الدوليين ولا مباراه ولا دقيقه، مش ولا مباراه ولا دقيقه في مباراه، ده حقي. وجبت لكم الموقف وشبيه تماما بموقف المصري، برغم ان المصري بيلعب دور الثمانيه والاهلي بيلعب المباراه النهائيه. ده بالنسبه للاميرين، امير اللي بيضغط وامير اللي بيخبط يعني بيخبط من الاخطاء. يعني نروح لموضوع اخر وهو موضوع ازاي نكون كده، عنوانه كده ازاي نكون كده، يعني ازاي كابتن طارق يحيى ممكن يطلع ينفعل بعد المباراه ويقول ان في ركلتين جزاء ممكن الثالثه تكون صحيحه كمان، ويجي امام كابتن ياسر عبد الرؤوف يحاول بشتى الطرق يلغي ركلتين جزاء على الاقل من الثلاثه، وبيحاول يضغط على الكابتن ياسر عبد الرؤوف ان هو يغير رايه، ولكن الكابتن ياسر عبد الرؤوف وهو في قناه نادي الزمالك وهو ربما بيسعى انه يكون رئيس للجنه الحكام فالفتره الاخيره ملتزم الموضوعيه والحياديه بشكل كبير جدا، وبيوضح اخطاء ومجاملات لصالح نادي الزمالك على طول الخط الفتره الاخيره، لان التحكيم المصري الفتره الاخيره وما قبل الأخيرة على طول الخط لصالح نادي الزمالك. ركلة الجزاء كشفت الحكم محمد يوسف لأن نفس هي ركلة الجزاء الثانية هي نفس ركلة الجزاء الثالثة، ولكن الحكم ما قدرش ان هو يحكم ثلاث ركلات جزاء ضد الزمالك، وبالتالي طلع الكابتن ياسر عبد الرؤوف قال ما رآه واللي شافه واللي كلنا شفناه واللي جميع خبراء التحكيم اتكلموا عنه، ان في ثلاث ركلات جزاء لاسوان في ركله منهم لم تحتسب برغم استدعاء الحكم من قبل الفار ورفض ان هو يحسبها. اللهم الا كابتن طارق يحيى فقط لا غير، ولو كان قاعد جنبه خالد غندور كان هيبقوا فقط لا غير الاثنين دول اللي دايما بيشوفوا ان دي مش ركلات جزاء، لان هما الاثنين دول في مصر تقريبا اللي لسه شايفين ان اشرف بن شرقي مع بعض الزملكاويه اللي على شاكله خالد غندور وطارق يحيى اللي شايفين ان اشرف بن شرقي
له ركل الجزاء. اعتقد في تطورات مهمه جدا ممكن تحصل، مش هيذكروا اشرف بن شرقي تاني باي خير يعني، او هيقولوا لما كان بقى بيلعب في الزمالك. لكن ده موضوع مهم جدا. ياسر عبد الرؤوف اتكلم عن اخطاء التحكيم، الناس كلها اتكلمت عن اخطاء التحكيم، لكن الكابتن عصام عبد الفتاح اللي ما يبطلش كلام ودفاع عن اخطاء التحكيم بالباطل، حتى وصل الامر لكلاب هاوس وجروبات واتساب اتسربت له حته كده، قال لك يا جماعه ركله الجزاء الثالثه دي رجل المهاجم بتاع اسوان هي اللي راحت تحت رجل المدافع بتاع الزمالك، ضربني ضربني بعنيف في وشي يا بيه، ولا ضربني بعنيف في صباعي يا بيه، او دخل عنيف في صباعي يا بيه، اللي هو بيقلب الايه وبيختلف دايما مع الناس وبيطلع يدافع بالباطل. فطلع الكابتن او النائب احمد دياب قال يا جماعه ارجوكم بقى ارجوكم، لان الموضوع بقى صعب جدا. فطلبوا بشكل رسمي من اتحاد الكره ان يتم التوقف عن التصريحات، لان التصريحات لما بتطلع بتطلع ليها 9 اراء مختلفه. يعني تخيل كل الناس بتشتكي من كابتن عصام عبد الفتاح، والكابتن عصام عبد الفتاح دخل في البارانويا الاضطهاد وهو يتكلم اصل الاحمر والابيض والالوان يا بيه هي اللي بتعمل، وانا بنسحب من جروب الواتساب. طب ما تنسحب افضل من رئاسه لجنه الحكام يا كابتن عصام، انت تعبنا ليه وتعب نفسك معاك ليه؟ يعني ما الاريح كده، وخليك وفوق لبيتك واولادك وعربيتك اللي بتلف بيها عشان الحكام، لف بيها مع الاسره كده وعيش حياتك بشكل طبيعي كده واستمتع بالحياه. والله الحياه فيها حاجات افضل بكتير من انك تبلينا يا كابتن عصام. والله والله في يعني فكر كده، انا ليه ببلي الناس دي؟ طب ما انا ممكن يعني اعمل اكسب ثواب وارفع البلاء عن الناس دي. طب على الاقل دلوقتي النائب احمد دياب قال لك وقف تصريحات، ده هيقلل البلاء، لكن ده هيقلل الاخطاء اللي انت بتطلع تدافع عنها. اعتقد امر التحكيم المصري صعب جدا، ولا بد ما زلنا مقتنعين. الحمد لله انا قايل الكلام ده من بدري قوي، دلوقتي الناس بقت بتغير كلامها وتقول لك عايزين خبير تحكيم اجنبي، لما اقتنعوا ان الصوره سيئه تماما. لكن النائب احمد دياب هيعدي كده لما يتكلم في نقطة زي دي؟ لا طبعا. طلع رئيس نادي الزمالك في مداخلة مع كابتن مجدي عبد الغني، انتوا عارفين طبعا كابتن مجدي عبد الغني بيخاف، فتبعا لاعترافاته يعني قبل كده، فطلع في مداخلة اتكلموا فيها عن نقط كثيرة جدا. طبعا في نقط من حق نادي رئيس نادي الزمالك يتكلم فيها زي ما هو عايز، ولكن ان النقطة نصل لفكرة التجاوز في حق رئيس الرابطة النائب احمد دياب والتشكيك في اختياراته، ويقول لمجدي عبد الغني كده قول لي مين اللي تم اختياره، ده لا لاعب كوره ولا كان عضو في مجلس اداره نادي ولا رئيس نادي، ازاي يتم اختياره رئيس للرابطه؟ فقال له انت عارف ده المسؤولين اللي خدوه، قال له مين المسؤولين اللي خدوه؟ انت كده عشان تتحبس بعد 5 دقايق. ده كلام بيتقال على الهوا يا جماعه، ده كلام بيتقال على الهوا. انتوا متخيلين احنا وصلنا لفين والمرحله وصلت بينا لفين؟ فالكابتن مجدي عشان يخرج بالموضوع بيقول له بس لا ما تنكرش ان هو وابوه لهم تاريخ وراجل محترم، قال له ما تتكلمش. واحترم ايه؟ ما تقولش الكلمه دي، تاريخه كله عندي وسيداته كلها عندي. احنا رجعنا تاني يا جماعه، يتم تهديد رئيس الاتحاد زي المرات اللي فاتت، دلوقتي بيتم تهديد رئيس الرابطه ويتشكك في تاريخه وتاريخ والده ويعترض على فكره محترم من غير محترم. يعني ممكن اسيب لكم الفيديو تسمعوه، لكن ده امر ممكن يعرض رئيس نادي الزمالك لسب وقصف مره اخرى. وهل النائب احمد دياب لما يستمع للمكالمه دي وهو حاليا لا يمثل نفسه، ده بيمثل انديه ورئيس رابطه الانديه، هيسمح بتجاوز رئيس احد الانديه في حقه الشخصي وفي حق والده، فيبدا يسمح لمجال أندية أخرى تبدأ تشكك في قدرة النائب أحمد دياب على قيادة الرابطة أو رئاسة الرابطة المواسم القادمة؟ أعتقد رابطة الأندية أكيد حريصة كل الحرص على أنها تنجح أول سنة ليها وتنجح في الاختبارات وتنجح بتطبيق القانون وباحترام اللوائح وباحترام القوانين، وبنشيد دايما بيها لما يكون في مواقف إشادة وبنتمنى ليها النجاح، لأن في بوادر للنجاح. لكن لما بيكون في اختلافات بنقول هنا في اختلافات، لكن اول درجه من سلمه الاخفاقات واننا نروح تاني لنسخه من رابطه الانديه تشبه نسخه اتحاد الكره اللي بيجي بالتهديدات، هي فكره تجاوز احد رؤساء الانديه على رئيس الرابطه. اتمنى يكون رئيس الرابطه واخد باله من الامور دي، واتمنى يكون حريص على نجاحه في مهمه كبيره جدا لانقاذ كره القدم المصريه. انا اسف للاطاله، اشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.